ألقها في فلسة من الأرض، كم تسع من الأرض؟ أي نعم، تضيع فيها ليس بشيء. قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فالكرسي إذن موضع قدم الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد فسر الكرسي بأنه العرش وليس كذلك. والذين فسروا بأنه العرش قالوا: لأن عرش الملوك هو الكراسي التي يجلسون عليها، فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف بها الكرسي. وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم، وهذا أيضا بعيد جدا. وأين العلم من الكرسي؟ والصواب أن الكرسي ما موضع قدم الله عز وجل، وأنه مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، وكذلك العرش. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله حفظهما، حفظ إيش؟ السماوات والأرض. وذلك لكمال علمه وكمال قوته عز وجل، يحفظ السماوات والأرض بما فيهما ولا يطل عليه ذلك، لكمال علمه وكمال قوته. وهو العلي العظيم، العلي مأخوذ من العلو، ووزنها في التصريف فعيل، نعم وزنها فعيل، فهي إذن صفة مشبهة، لأن فعيل صفة مشبهة وتأتي للمبالغة، لكن هنا لا تصل للمبالغة لأنها صفة لازمة لا تتعدى للغير، فهي إذن صفة مشبهة. العلي وصفا أو العلي ذاتا، كلاهما، فهو علي بذاته وعلي بأوصافه وقدره جل وعلا. العظيم يعني ذو العظمة، وهي كمال السلطان والقدرة والقوة، فهي تشمل القوة في كل شيء. هذه الآية تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. أعظم آية في كتاب الله هي هذه الآية، وهي التي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد المستنبطة من هذه الآية فيما يتعلق بالصفات وغيرها. نعم نعم، ايش؟ نعم نعم نعم. المتكبر تدل على العظمة، وهي صفة كمال بالنسبة لله، وصفة ذم للإنسان، لأنه لا يجوز أن ينازع الله تعالى في هذه الصفة. أيضا الجبار من أسماء الله، وهي صفة كمال بالنسبة لله، وصفة نقص بالنسبة للعبد. لا، ولهذا لم تجدها في أسمائه أبدا، ولا عدها العلماء في أسماء الله. نعم. المريد. نعم. لا، هو إذا قال لماذا لم ترد؟ هنا يحتاج أن نقول هكذا، نقول كما ذكر العلماء أن الكلام يكون بخير وشر. نعم. في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. نعم. ما نقول هذه تختص بمعلومه. نعم. لان يقابلها ايات: ولا يحيطون به علمه، ولا يحيطون به علما، تكون هذه مختصه بذاته، فلا يحيط بذاته علما، فهنا تكون مختصه بمعلومه. نعم. ان قال الا بما شاء، وفي تلك الايه لم يقل الا بما شاء. اي نعم. حتى علم الله عز وجل، علمنا بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله.
ولهذا أخبر الله عز وجل بأشياء كثيرة لا نعلمها بعقولنا لولا النقل ما علمنا بها. وكذلك أخبرنا الرسول من يدري أن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر؟ لا أحد يدري. حتى الاستواء على العرش لولا أنه جاء في الكتاب والسنة ما علمنا به، لأنه صفة سمعية لم تثبت إلا بالسمع. نعم شيخ أحسن الله إليك، ما مدى صحة الحديث الذي يقول فيما بين ما بين كل سماء إلى سماء وسميعة؟ نعم. وسقط كل زمان. هذا الحديث صحيح، صححه العلماء وتلقوه بالقبول، وبعض المعاصرين أنكره بناء على أن المسافة بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذا، من 500 عام، أكثر من 500 عام. لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين، فإن ثبت قطعا صرنا إلى قول من قال بضعف الحديث. إيه نعم. نعم. أنا شيخ الدرس السابق شيخ الصفة الكاشفة، فما هي؟ إيه. الصفة الكاشفة وصفة مقيدة، الفرق بينهما أن الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم، وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره. مثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبله، هل نقول إن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم صفة مقيدة أو كاشفة؟ كاشفة. نعم صفة كاشفة، لأنك لو قلت إنها مقيدة لكان لنا ربان، رب خالق ورب غير خالق. فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة، يعني مبينة للحقيقة. فالرب هو الخالق، ومثل ذلك قوله تعالى ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل نقول مفهومه إذا لم يردن تحصنا فإن نكرههن؟ لا لا، لكن هذه صفة كاشفة، يعني أنهن يردن التحصن وأنتم تكرهونهن على البغاء، هذا لا يليق. نعم. نحن كنا نتكلم على هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. أظن أنتينا إلى فوائد. طيب بسم الله. من فوائد هذه الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية بقوله لا إله إلا هو، وهذا الانفراد شهد الله به وشهدت الملائكة به وشهد النبيون به وشهد العلماء به. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم يدخل فيها الأنبياء بطريق الأولى، لأن العلم موروث عنهم عليهم الصلاة والسلام. طيب وهل شهدت به الفطرة؟ نعم شهدت به الفطرة، فالفطرة تشهد بذلك، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحياة لله في قوله الحي، والحي ضد الموت، وقد جمع الله تعالى بإثبات الحياة وانتفاء الموت في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت.
من فوائد هذه الآية الكريمة أن حياة الله كاملة، حياة الله كاملة، لأنها سيقت مساق المدح، ولا مدح في الحياة إذا لم تكن إيش كاملة. ولقد صدق الشاعر العربي حيث قال: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. يعني ما في طيب للعيش إذا كانت لذاته منغصة بتذكر الموت وتذكر الهرم، لأن الإنسان إما أن يهرم وإما أن يموت قبل الهرم. وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته وكونه عالة على أهله. نعم. ولهذا قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر صار آلة على غيرهما، فيقول في هذا الحال لا تضجر منهما. إذن في هذا إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القيومية لله، أنه قائم بنفسه وقائم على غيره بقوله القيوم. فإن قال قائل: أين ذكر الحياة وأين ذكر القيومية؟ قلنا: لأن الحي مشتق من الحياة والقيوم من القيومية. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة ولا عكس. كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا عكس، صح؟ وجه ذلك أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها الحسنى، ولا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معاني. أما الأسماء الجامدة فليس فيها حسنى، ما هي إلا علم فقط. إذن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا عكس. ولهذا لا نسمي الله عز وجل بالصانع ولا بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالمستهزئ ولا بالماكر، لأنه لازم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم. قال العلماء قاعدة مهمة: لا يتم الإيمان باسم الله باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط أو بشرطين. بثلاثة شروط إن كان متعديا، وبشرطين إن كان غير متعدي. أخونا هذا ما معه كتاب؟ معه كتاب؟ ليش ما نسمع كتاب؟ ما تقول في رجل نزل الميدان في القتال وليس معه سلاح، أيستفيد أو لا؟ لا يستفيد. انتبه، خذ الكتب أو دفتر تكتب فيه ما يلقى. قال العلماء: لا يتم الإيمان بالاسم إلا بثلاث شروط إن كان متعديا، وبشرطين إن كان غير متعدي. إذا كان متعديا لا يتم الإيمان به إلا إذا آمنت بالاسم والصفة والأثر الذي يترتب على هذه الصفة، أو إن شئت قل الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. السميع من أسماء الله، أليس كذلك؟ إذا قلت أنا أؤمن بأن الله السميع أو أن الله سميع لكن لا أؤمن بأن له سمعا، هل آمنت بالاسم؟ لا. طيب، آمنت أنه سميع ذو سمع لكن لا يسمع، هل آمنت بالاسم؟ لا. إذا لابد أن تؤمن بأنه سميع، أي تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة الله، وبأنه يسمع أثرا أو حكما. وإذا كان الاسم غير متعد فللإيمان به شرطان: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة. الحي اسم من أسماء الله،
تؤمن بأنه الحي وتؤمن بأن له حياة فقط، ها؟ ما تؤمن بشيء ثالث؟ لماذا؟ لأنه لازم غير متعدي، فكيف يكون له شيء يتعدى إليه؟ طيب هذه قاعدة مفيدة لك. انظر إلى المعتزلة، المعتزلة يقول نؤمن بأسماء الله لكن لا نؤمن بصفاته، نؤمن بأنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أعمى الله بصائره، كيف بصير بلا بصر؟ هل يعقل أن يوصف أحد بوصف ليس متصلا به؟ هل يقال للأصم إنك سميع؟ أبدا. لكن نسأل الله العافية، هذا مستاق قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب من 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 مما يستفاد من هذه الآيات، من هذه الآية، أن الله تعالى منزه عن السنة والنوم، منزه عن السنة والنوم لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن قال قائل النفي عدم والعدم ليس بشيء، وأنتم تقولون إن صفات الله تعالى عليا، أي أنها اشتملت على أكمل الأوصاف، والنفي عدم ولا تأخذه سنة ولا نوم عدم، فيقال إن هذا النفي ليس لمطلق النفي، بل هو نفي لما تضمنه من كمال الحياة والقيومية. ولهذا لا يوجد في صفات الله نفي محض أبدا، بل النفي متضمن لإثبات، كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. ما يعقل؟ كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات، لا يوجد نفي محض. نفي السنة والنوم ما الذي يتضمنه من الإثبات؟ كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية، لأنه إذا كمل في الحياة فلا نوم. انظر إلى أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، لا ينامون، لماذا؟ لكمال حياتهم، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب ولا إعياء ولا تعب، فلا يحتاجون إلى النوم. فلذلك لكمال حياتهم لا ينامون، كما أنهم أيضا لا يموتون. طيب لا وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي، هل هو نفي محض؟ لا، لأن النفي المحض لا كمال فيه بل هو عدم، لكن لا يظلم لكمال عدله، لكمال عدله ليس في صفاته ظلم إطلاقا. طيب إذن لا تأخذه سنة ولا نوم، تتضمن نفي السنة والنوم عن الله مع إثبات كمال إيش؟ الحياة والقيومية. طيب من فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل لقوله له ما في السماوات وما في الأرض، ومن فوائدها اختصاصه بذلك، وأنه لا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض سوى الله. وجه الاختصاص الأخ، لا وين تريد وجه الاختصاص؟ قدم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. إذن ملك السماوات والأرض لله وحده. فإن قيل إن الله أثبت لنا ملكا فقال أو ما ملكتم مفاتحه، فما الجمع بينه وبين قولكم إن الملك مختص بالله؟ قلنا ملكنا نحن ليس كملك الله عز وجل، ملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود في العمل،
أولا ملكي محدود مثل فيما بين يدي ولا أشمل ما تحت يدك أنت، أليس كذلك؟ طيب أيضا ملكي لما بين يدي محدود في العمل، لا ليس لي الخيار أن أعمل فيه بما شئت، ولهذا لو أردت أن أحرق مالي لكان ذلك حراما علي، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء، قد يحرق ملكه بالصواعق وبغير ذلك من أنواع المتلفات. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع أكثر من واحد، وفي الأرض وفي القرآن تأتي السماوات مفردة وتأتي مجموعة، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم أأمنتم من في السماء، وتأتي مجموعة أيضا كثيرا تسبح له السماوات السبع والأرضون. نعم هنا قال ما في السماوات، إذن أفادت الآية الكريمة أن السماوات جمع، فما مقدار هذا الجمع؟ سبع. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قل من رب السماوات السبع؟ عبد الله بن عوض وراك اليوم أشغلتنا بالنوم، قل من رب السماوات السبع؟ ما تخلي واحد يمشي معك يتوضا ها؟ ولا نجيب ما نرشي تسبح له. نعم إذن السماوات سبع، الأرضون كم؟ سبع. الدليل قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالمثلية هنا هل هي مثلهن في القوة؟ أجيب لا. في السعة لا، ما يمكن تتحد السماوات والأرض إلا في العدد، فتقتضي المثلية هنا أن يكون مثلها، أن تكون الأرضون مثل السماوات في العدد، كما جاء ذلك مصرحا به في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين. طيب من فوائد الآية الكريمة قوة سلطان الله عز وجل، قوة سلطانه أي أنه ذو السلطان القوي، من أين تؤخذ؟ من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، المخلوق مهما عظم سلطانه يشفع عنده بلا إذنه، ربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا ولا لا؟ ما يمكن؟ يمكن غلامه يمكن يشفع بدون استئذان، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه ما حد يشفع إلا بإذن الله، بل ولا يتكلم إلا بإذن الله، والملائكة صفا لا يتكلمون إيش إلا من أذن له الرحمن، لقوة سلطانه جل وعلا. ولهذا تجد الملك المهيب لا أحد يتكلم في المجلس أبدا، سكوت إلا إذا تكلم هو. وقال الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا يدل على إيش؟ كمال هيبة، يغضي حياء، هو حي يغضي ما يستطيع يرفع بصره للناس، ويغضى من مهابته، شوف الفرق، هو يغضي حياء وغيره يغضي منه مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ما دام ساكت ما حد يتكلم، إذا ابتسم تكلم انفتح الباب. طيب ربنا عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه، هل تشفع الأصنام؟ لا لا تشفع. هل يشفع النبيون؟ لا يشفعون إلا بإذن الله، لكن الله عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء ويرضى. ولهذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة، شروط الشفاعة ثلاثة، من يعرفها؟
الإخوان الزائرون. نعم، أقول الإخوان الزائرون، إن شئتم من زائر وإن شئتم من زارة. الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، والإذن للشافع أن يشفع. صحيح. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الإذن لله، وقد استدل به من قال إن الله يتكلم، قال لأن الإذن هو الكلام، أذن أي قال اشفع، لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن فوائد الآيات الكريمة بطلان تعلق المشركين بأصنامهم، لأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقول له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنها، إذا لا تشفع، لأن الله لا يرضاها فلا يرضى أن تشفع. وقد أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه، فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من كل وجه لا يملكون شيئا ولا يشاركون ولا يعينون ولا يشفعون. الأصنام هذه لا تملك شيئا على وجه الاستقلال ولا تملك شيئا على وجه المشاركة، صح؟ ولا يعينون الله بشيء، وإن انتفى ملكهم لا يعينون الله بشيء، في قول وما له منهم من ظهير. الرابع إيش؟ ولا يشفعون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففي الآية الكريمة التي معنا في آية الكرسي قطع تعلق المشركين بآلهتهم لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأننا قلنا إن هذا يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي في قوله وما خلفه، والحاضر والمستقبل ما بين أيديهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو كقوله تعالى ولا يحيطون به علما. ومنها قصور علم الإنسان حيث لا يحيط بشيء إلا بما علمه الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكرسي لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد سبق لنا أن الكرسي ليس هو العرش ولا العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي. وننتقل من هذا إلى فائدة ثانية وهي عظمة الله عز وجل، ووجه ذلك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قوة الله عز وجل لقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يخطر عليه ذلك، وإثبات العلم، لأن الحافظ يحتاج إلى علم، وإثبات القوة والقدرة على الحفظ، فتضمنت هذه الجملة ثلاث صفات. طيب، هذه الجملة من الصفات المنفية أو المثبتة؟ ولا يؤوده حفظهما. نعم، كأنكم تمشون على شوك، جزما أو في شك. منفية؟
لماذا لا يؤود حبهما؟ لكمال علمه وقدرته عز وجل. طيب، وهو العلي العظيم في الآية الكريمة إثبات العلو وإثبات العظمة، إثبات العلو وإثبات العظمة. العلو في قوله العلي والعظمة في قوله العظيم. طيب، هذا العلو أهو علو المكانة والشرف فيكون علوا معنويا، أم هو علو المكانة والشرف وعلو الذات؟ الثاني. انتبه يا أخي، اقدر لاحق قدري. العلي هل المعنى علو المكان والشرف أو علو الذات مع علو المكان والشرف؟ يعني الثاني ولا الأول؟ الثاني. إذا قال قائل سبحان الله، كيف تقول أن الله علي بذاته؟ كيف تقول أن الله علي بذاته والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته؟ ضياء رحمة، يلا ضياء رحمة، السؤال. إذا قال قائل كيف تقول إن الله علي بذاته مع أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء؟ ها. طيب يحيى، اسمع يا ضياء. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. طيب، أخبرنا بذلك، إذن نحن نقول هو علي بذاته جل وعلا فوق كل شيء، ولا يلزم من إثبات العلو أن يكون محدودا تحيط به المخلوقات، لأن العلو فوق المخلوقات فضاء ما في شيء حتى يقال إن الله قد أحاط به شيء من مخلوقاته. يعني لو قدرنا، ولله المثل الأعلى، لو قدرنا المخلوقات كلها بمنزلة البيضة، بيضة معلقة في الهواء، اللي فوقها إيش؟ هل هي محيطة بما فوقها؟ هل هي محيطة بما فوقها؟ نعم. لا إله إلا الله، اجزموا يا جماعة، أنتم يلا تمشوك، أن يا الله يمشي على الشوك الواحد. هذه مثلا فيها الآن شيء ينفق مع الصبيان، شيء ينفق مع الصبيان ويطقونه في الهواء، يسبح في الهواء، رأيتموه؟ طيب، الذي فوقه هل يقال إن هذا محيط بما فوقه؟ أبدا، عدم. ما فوق السماوات والأرض والمخلوقات إلا العدم. إذن الرب عز وجل لا يحيط به شيء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء حتى يحيط بالله. ولهذا نقول إن الله فوق كل شيء بذاته، ولا يلزم من هذا القول أن يكون شيء محيطا به جل وعلا، وهذا ظن واضح ظاهر. ولذلك لما قدمت امرأة جهم بن صفوان أظنها إلى بغداد، نسيت إلى أي مكان، وقيل لها إن الله استوى على العرش، قالت أعوذ بالله، محدود على محدود، محدود على محدود. شلون يعني؟ يعني يلزم من كونه مساوي العرش أن يكون العرش محدودا، لأن العرش محدود، العرش معلوم محدود، له قوائم كما جاء في الحديث، لكن رب عز وجل لا يحيط به شيء. إذن هو العلي بذاته حقا، واعلم أنه قد دل على علوه بذاته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، يعني كل الأدلة متطابقة على علو الله بذاته. سعد وين رحت؟ ها؟ وش علو الله؟ رحت على علو الله؟ ها؟ المعلوم تكلم، لكن وش قلنا؟ شو خلينا من ذاك الوقت؟ الله يهديه، الله يهدينا وياه. آخر ما قلنا إن العلو دل عليه إيش؟ خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فهمت؟ انتبه، بارك الله فيك. أما القرآن فإنها تنوعت دلالته على علو الله، فمرة يقول سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، ومرة يقول
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومرة يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومرة يقول هو القاهر فوق عباده، بأنواع مختلفة من التعبيرات، كلها تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء. السنة كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وإقراره. أما القول فإنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وكذلك قال الله فوق ذلك والماء فوق ذلك والله فوق العرش. وأما فعله فإنه لما قال في عرفة ألا هل بلغت، قال الصحابة نعم، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يردها إليه. وأما إقراره فقد قال للجارية أين الله، قالت في السماء، أين الله قالت في السماء. هذا إقرار ولا أو لا؟ ولهذا قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فسأل بأين الدالة على السؤال عن المكان، أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها. ولا يلزم من إثبات أن الله في مكان أن يكون المكان إيش محيطا به أبدا، ليس بلازم. ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس باللغة العربية، وقد قال أين الله. والذين ينكرون علو الله بالذات يقولون أين بمعنى من، لا حول ولا قوة إلا بالله، أين بمعنى من، أين الله أي من الله. ثم هل يطابق جواب السؤال؟ لو قلنا إن أين بمعنى من ما يطابق، لأن جواب من الله أن تقول الله خالق السماوات والأرض مثلا. فعلى كل حال يقول هذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله. الدليل على علو الله بذاته بالإجماع أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. ما هو الدليل على إجماعه؟ الدليل على إجماعه من وجه خفي، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات ولا لا؟ هل ورد عن الصحابة قول واحد هذه الأدلة بخلاف ظاهرها؟ إذن هم مجمعون على مدلولها، هم مجمعون على مدلولها. ولهذا إذا دل الكتاب أو السنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. ما دي واضح ولا مو واضح؟ واضح يا جماعة. طيب نقول الصحابة مجمعون على أن الله تعالى فوق سماوات فوق خلقه بذاته. الدليل على الإجماع أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة على ذلك، ولم يأتي عن الصحابة حرف واحد يدل على خلافها، فدل ذلك على أنهم مجمعون عليها. طيب العقل، يدل العقل على علو الله بذاته؟ نعم، لأن نسأل أي عاقل هل العلو من صفة الكمال أو من صفة النقص؟ ها؟ كمال لا شك، ولا عبد الله بن عوض في شك؟ وش قلنا؟ أن العقل يدل على أن العلو صفة كمال. العلو صفة كمال. كل إنسان عاقل تسأله هل العلو صفة كمال أو نقص؟ قال أبدا كمال. وقد ثبت لله تعالى كل وصف كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. طيب السفل نقص والله منزه عن النقص، فدل ذلك فدل العقل على علو الله من وجهين: الوجه الأول ثبوت صفات الكمال له، والوجه الثاني انتفاء صفات النقص عنه. طيب الفطرة، كل إنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار لو دعا الكفار لو دعا الكافر ربه على وهله لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء،
كل إنسان يريد أن يدعو وش يقول يا لا اللي قدام لا الأخ أين إذا دعوت الله أين يرتفع قلبك ها للسماء يرتفع قلبه للسماء يا رب قال النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب واضح يا أخوان ما الذي دله على هذا الفطرة وقد اجتمع به أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان وكان ذلك يوم النحر في منى فقلت لهم أمس أنتم في عرفة قالوا نعم قلت كيف تدعون الله تقولون يا رب يعني يديكم للأرض ولا يا رب يمين ولا يسار قالوا لا نقول يا رب طيب رفعتم يديكم إلى من إلى من تدعونه يا رب فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء شوف الشيطان كيف لبسنا لأن السماء قبلة الداعي السماء قبلة الداعي سبحان الله أنت الآن عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو أين قبلتك الكعبة ما هي قبلة الداعي لكنك ترفع يديك إلى المدعو لا شك ولا تحتاج إلى تحريف إذن العلو المعنوي متفق عليه بين الأمة والعلو الذاتي هو المختلف فيه لأن الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسط إلى طرفين ووسط انتبه لأن هذا مهم ما أود أن نقطع اليوم بعضه بات البعض إلى طرفين ووسط طرف قالوا إن الله تعالى بكل مكان بكل مكان الله إن جئت إلى المسجد إيش فالله في السوق الله في البر الله في البحر الله في الجو الله أعوذ بالله في الأماكن القذرة الله في جوف الحيوان الحمير والكلاب الله في كل مكان نسأل الله العافية وهذا كفر لا أشكال فيه لو أنك وصفت أحدا من المخلوقين بهذا الأوصاف لجلدك أكثر من 80 جلدة نعم كيف الله عز وجل لكن هم زين لهم سوء أعمالهم هؤلاء قالوا الله بكل مكان فقابلهم طائفة أخرى قالوا اتقوا الله الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مباير العالم ولا محايث نعم ثم سردوا نفيا كثيرا وحقيقة قولهم العدم حديث حقيقة قولهم العدم ولهذا قال محمود بن سبكتكثير رحمه الله لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذا قال بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله معدود وش الفرق ها؟ لا فرق ولهذا قال بعض العلماء لو أنه قيل لك صف لنا العدم لم تجد وصفا أدق من هذا الوصف هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا أهل السنة والجماعة قالوا إن الله فوق كل شيء ولا يحل في شيء من مخلوقاته أبدا ليس في كل مكان هو فوق كل شيء ولكنه ليس في كل مكان وهل يضر إذا قلنا إن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به هل يضر الله شيئا أبدا وليس فيه نقص ولهذا نقول إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وهو واضح لله الحمد ولا إشكال فيه إلا على من أعمى الله بصيرته فإن قال قائل إن الله يقول ولا يحيطون به علما وقال وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا يدل على أنه ليس له مكان إذا كان هذه المخلوقات وهي مخلوقاته في هذه السعة والعظمة فهو أيضا ليس له مكان قلنا نعم إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح
إن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. طيب الذين قالوا أنه بكل مكان استدلوا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كان. وفي الآية الأخرى: وهو معكم أينما كنتم. فنقول: إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه، أليس كذلك؟ إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضها. وإذا قلتم هو معنا مع علوه ماذا يكون؟ لا يكون شيئا، هذا المطابق للآيات، هو معنا مع علوه، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف: ما زلنا نسير والقمر معنا. قال الشيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الوسطية: القمر من أصغر مخلوقات الله، يعني الفلكية، وهو مع المسافر وغير المسافر. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه الخليفة في الأهل، وذلك لكمال إحاطته بالمسافر وبأهله. فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء عاليا وهو معك في المخلوقات، فكيف بالخالق. وإنما أطلنا في هذا لأننا لا نحب أن يتقطع البحث، وإن كان قد إن كنا قد أخذنا نصيبا من نصيب إيش الفرع، لكن ما يخالف. نعم. أين؟ والله على كل حال، إذا كنت تحب أنك تموت في الجنة ما في مانع. سبحان الله العظيم، حين الله يقول خالدين في أبد تبوش الجم، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. يعني لو قدر للمخلوقات كلها أن تفنى فالله لا يفنى. الأبدية هذه ثابتة بأخبار الله، الأبدية ثابتة بأخبار الله، فيلزمنا أن نقول سمعنا وصدقنا. وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، لكن أبدية الخالق أبدية ذاتية. أما نحن فيجوز علينا الفناء وإن كنا في الجنة، لولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة كأهل الدنيا، يجوز عليهم الموت. نعم. نعم. وشلون؟ بكل شيء فوقه. إيه. فوقه يعني ما أنه محيط بالخلق وهو فوقه. إيه. ليس معناها أن الشيء فوق الله. لا. ما أراد هذا. يعني وهو محيط بكل شيء حال كونه فوق كل شيء. عرفت؟ نعم. طيب. أليسير. هلا. نعم. نعم. هذا غلط. نقول: من قال لكم ان الله لا يقبل؟ من قال ان الله لا يقبل؟ لا يقبل هذا النفي. يعني اذا قال انه لا يموت نفي عنه الموت، لانه لا يقبل الموت كما تقول الجدار لا يموت. نقول: من قال ان هذا من باب تقابل العدم والملكه؟ ثم انهم هم يقولون ان الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والايجاب، وقد اتفق على امتناعه. ثم اذا قلت انه لا يقبل صار اشد، يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو قابل لذلك احسن حالا ممن لا يقبل ان يكون سميعا او بصيرا. لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على آية الكرسي وبيان ما فيها إيش من الفوائد وأسماء الله وصفاته، ثم قال المؤلف: ونؤمن بأنه أي الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو سبق الكلام عليه، عالم الغيب المراد به الغيب المطلق، لأن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. والغيب كل ما غاب عن الإنسان، الغيب المطلق يختص الله بعلمه، والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده. فمثلا أنت الآن لك شغل في نفسك، لك أشغال في نفسك، هي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لك شهادة. والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل في قوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لو قال مثلا: سيكون غدا كذا وكذا، قلنا هذا كافر، هذا كافر إذا قال أنا أعلم ما يكون في غد. أما إذا قال أنا أتخرص وبناء على الأحوال على الحوادث والماجريات أقول سيكون غدا كذا وكذا، فهل هذا ادعاء من الغيب؟ لا. لو قال سيقدم فلان غدا بناء على ما جرى من الأحوال فهذا ليس علم غيب. لكن لو قال أنا أجزم أن سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر، إن هذا كذب وهذا تكذيب للقرآن. وقول عالم الغيب والشهادة أيضا يعلم الشهادة، فلا يخفى عليه شيء، لا مشاهد ولا غائب. هو الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم كذلك اسم من أسماء الله، ومعناهما ذو الرحمة، لكن الأول باعتبارها وصفا والثاني باعتبارها فعلا. انتبه، الأول باعتبارها إيش؟ وصفا، والثاني الرحيم باعتبارها فعلا. وذلك أن رحمة الله وصف وفعل، فهو ذو رحمة وهو يرحم. قال الله تعالى: وربك الغفور إيش؟ ذو الرحمة. وقال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار، يعني إذا قلنا الرحمن اسم لله تعالى باعتباره وصفا لله، نعم الرحمة الدل عليها الرحمن هي رحمة باعتبارها وصفا، والرحمة الدل عليها الرحيم هي وصف باعتبارها فعلا، حينئذ نقول ليس في الآية تكرار، ليس في الجامع بين هذين الاسمين تكرار. فما هي الرحمة؟ الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية، أي أنها من الصفات اللازمة أبدا وأزلا. انتبه، وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعلية. معنى باعتبار الرحمة وصفا لله ها ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق فعلية. كيف هذا؟ نقول إن الله لم يزل ولا يزال رحيما باعتباره موصوفا بالرحمة، باعتبار تعلقها بالمرحوم صفة فعلية، لأن الله يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، وكل شيء يكون كذلك فهو من الصفات الفعلية.
طيب، إذن الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل باعتبارها وصفا، وفعلية باعتبارها باعتبار تعلقها بالمرحوم. وقالت الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة والجهمية: ليس لله رحمة، والرحمة بمعنى الإرادة، الرحمة بمعنى الإرادة، أما أن تثبت لله رحمة فهذا حرام عليك، حرام، وصفت الله بما لا يليق به. لا إله إلا الله. إذا وصفت الله بالرحمة وصفته بما لا يليق به، إذا وصفت الله بالرحمة وصفته بما لا يليق به، قل نعم، لأن الرحمة فيها ليونة وسهولة، والرب عز وجل منزه عن ذلك، الرب ذو سلطان عظيم ما يرق، والرحمة فيها رقة. قلنا لهم: ماذا تقولون في الرحمن الرحيم؟ ماذا تقولون في قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة؟ ماذا تقولون في قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء؟ قالوا: نعم، معناه الإرادة، يعني إرادة الخير. فمعنى الرحمن أي مريد الإنعام والإحسان، أو هو الإحسان نفسه. فيفسرون الرحمة تارة بإرادة الإحسان وتارة بالإحسان نفسه. أنتم معنا الآن؟ نقول لهم: إرادة الإحسان ناتج عن إيش؟ عن الرحمة. من يريد الإنسان إلا من كان رحيما؟ والإحسان نفسه ناتج عن إيش؟ عن الإرادة الناتجة عن الرحمة. طيب، لماذا فسروا الرحمة بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه دون الصفة لله عز وجل؟ قالوا: لأن الرحمة تقتضي إيش؟ اللين والرقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. والإرادة هم يثبتونها بالدليل العقلي، فيقول: الإرادة ثابتة، فنحول الرحمة إلى معنى الإرادة التي نقر بها ونثبتها. وبعضهم يقول: لا، الرحمة هي الإحسان، الرحمة هي الإحسان نفسه، والإحسان أنعم الله عليك بمال، أنعم الله عليك بعلم، أنعم الله عليك بولد، هذه الإحسان المراد به هذا النعمة يكون مخلوقا على هذا، لأن العلم الذي عندك مخلوق، الولد مخلوق، المال مخلوق، فيفسرونه إما بالمخلوق أو بالإرادة، لأنهم لا ينكرون أن يكون الله مخلوقا، لا ينكرون أن يكون الله مخلوق، ولا ينكرون الإرادة. وهل نستمر في هذا البحث أو فيه صعوبة عليكم؟ ها؟ تستفيدون من هذا؟ طيب، نقول لهم: إذا أثبتتم الإرادة فقد شبهتم الله بالمخلوق، لأن المخلوق له إرادة. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. من كان يريد العاجلة، فأثبتتم لله إرادة وللمخلوق إرادة، فيلزم على قاعدتكم إيش يلزم؟ المماثلة. طيب، أيضا إذا فسرتم الرحمة بالإنعام بالنعم التي أنعم الله بها، فإن هذه النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن إرادة، والإرادة إرادة النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن الرحمة، فلازمكم ثبوت الرحمة على كل حال. وخلاصة القول أننا نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من صفة، لكن نقول: الصفة التي أثبتها الله لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما، بل بينهما من التباين كما بين الخالق
والمخلوق. فرحمة الخالق واسعة عظيمة، ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة، وقد تنتفي في موضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون في موضع يجب أن لا تكون فيه. أليس بعض الناس يرحم الزاني يقول لا تجلدونه؟ هذا من حلال، من حلال، يصلي صوم زكي، غلبته الشهوة يوم من الأيام وزنا، خلوه يمشي ارحموه ولا لا؟ هل هنا موضع رحمة؟ لا. قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فرحمة المخلوق ناقصة، قد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيما، وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم. واضح؟ أما رحمة الله فهي كاملة، لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فبينهما فرق عظيم. ثم إن الرقة واللين، ثم إن قولكم إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة واللين هذا غير صحيح. نجد من السلاطين الأقوياء الذين يوصفون بالجبروت، توجد منهم الرحمة أحيانا ولا ما توجد؟ توجد. إذن قولكم باطل. فالخلاصة أننا نحن يا إخواننا نقول كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنه لا يجوز أن نستوحش منها. نحن والله لسنا أعلم بالله من الله، فإذا أثبت الله لنفسه أي صفة أثبتها، لكن لا تمثل ولا تكيف، لأن التمثيل منفي في القرآن والتكييف منهي عنه في القرآن. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقوم ليس لك به علم. خلوا هذه القاعدة على قلوبكم وفي اعتقادكم، كل ما أثبت الله لنفسه من صفة فإيش؟ فأثبتوها، لكن احترسوا من شيئين هما التمثيل والتكييف. التمثيل لأن الله نفاه عن نفسه ليس كمثله شيء، والتكييف لأنك إذا كيفت قلت ما لا تعلم. هذه القاعدة امشوا عليها. أي شيء يكون أثبت الله لنفسه أنه يضحك نثبت هذا؟ نعم نثبته ولا نبالي، ويجب أن نثبت هذا. أثبت الله لنفسه أنه أثبت الرسول لله، بل أثبت الله لنفسه أنه يهرول، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أنثبت ذلك أو لا؟ نثبت ذلك. أثبت الله لنفسه أنه يجيء وجاء ربه وأنه يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ نثبت ذلك أو لا؟ نثبت هذا. من الذي أثبت هذا لله؟ هو عز وجل، وهو أعلم بنفسه وبغيره. فنثبت هذا ولا نستوحش، لأنك إن استوحشت من شيء ظننت أنه وحشة، جاء إنسان آخر واستوحش من شيء ترى أنه ليس بوحشة، وحينئذ يكون إثبات الصفات أو نفيها عن الله مبنيا على التحكم العقلي. التحكم العقلي، وبأي شيء يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه؟ لا أقول يعني إذا رجعنا إلى العقول، فبأي عقل؟ عقل من يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه؟ ثم نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به الرسول لجدل هذا الرجل؟ هل يجوز؟ يعني لو جاءك إنسان يجادل في صفة من الصفات نترك ما قال الله ورسوله لأجل جدل هذا؟ أبدا، نقول أنت مجادل بالباطل وجزاؤك أن ندعك. ولهذا تجد أسلم الناس قلوبا في هذا الأمر من؟ السلف الصالح. ثم عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون إنهم العقلاء وينكرون ما أثبته الله لنفسه. فأنت يا أخي لا تستوحش مما أثبت الله لنفسه أبدا، لكن استوحش من شيئين هما التمثيل أو التكييف، والباقي أثبت. نعم، لو كان هناك دليل يدل على أن الظاهر غير مراد
يجب أن تتبع الدليل، مثل قوله تبارك وتعالى للإنسان إني عبدي جعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعمني. وش ظاهر الحديث؟ أن الله تعالى يجوع ويمرض ويعطش، هذا معلوم أنه لا يليق بالله عز وجل، لا يليق به تبارك وتعالى. طيب إذا ماذا نفعل؟ يقول الله بيّن هذا في نفس الحديث، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، عطش فلم تسقه، مرض فلم تعد. فلما كان المعنى لا يليق بالله بيّنه الله عز وجل، فدل ذلك على أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو لائق به وعلينا أن نثبته. طيب هذا بحث مهم ولكنه يتعلق في مسألة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو تأكيد للجملة الأولى، الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس، الملك ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة، ولهذا كانت الملك أقوى من المالك، الملك أقوى من المالك. والأصل في المالك أن يكون مالكا، لكن قد يكون ملكا بلا ملك. أما المالك فهو مالك لكن ليس بملك. واضح طاهر؟ وش المعنى؟ دفتر، أنت مالك له أو لا؟ هل أنت ملك؟ صحيح كلامه؟ جوابه صحيح. إذن هو مالك وليس بملك. نعم. والدليل على ذلك أنه هاب لما قلت وش الذي معك. على كل حال الإنسان يكون مالكا ولا يكون ملكا، والله تعالى ملك أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام. القدوس المناه المتطهر عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مطهر عن كل عيب وكل نقص، وهو بمعنى السلام أو قريب منه. الملك القدوس السلام، السلام يعني الذي السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهمي، يعني سالم من كل نقص لا في الحاضر ولا في الغائب. ولهذا كان أخص من القدوس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا وفلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام، وأنت إذا قلت السلام على الله معناه أن الله قد يعتريه النقص، وهذا مستحيل. ولهذا لو قال إنسان السلام على الله قلنا لا تقل هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا أقوله؟ لأن الله هو السلام. المؤمن، المؤمن لها معنى، المعنى الأول أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن بمعنى مؤمن. الثاني المؤمن المصدق لرسله، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. فللمؤمن إذن معنيان، المعنى الأول من الأمان والمعنى الثاني من الإيمان. ما المعنى الأول من الأمان؟ وش معناها؟ أنه يؤمن، فيقال آمنه أي أمنه. وأنتم تدعون الله تقول اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، فهو سبحانه وتعالى مؤمن، يؤمن من شاء من عذابه. المؤمن يعني إيش؟ المصدق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وهذان الوصفان كلاهما حق لله، فهو تعالى يؤمن
من شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى مؤمن بالحق مصدق به، مؤمن برسله ومؤمن بكل حق عز وجل، لأن الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل. المؤمن المهيمن، المهيمن يعني ذو السيطرة والحكم على كل من عداه، فهو مهيمن على كل شيء. ومن ذلك قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ايش؟ ومهيمنا عليه. ولهذا كان كتاب الله عز وجل العزيز القرآن كان ناسخا لكل ما سبقه من الكتب. العزيز، العزيز ذو العزة. فما هي العزة؟ قالوا إن العزة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. إيش هي؟ ثلاثة أنواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة وما أشبه ذلك. فالله تعالى أعز من يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله. عزة القهر يعني الغلبة، الغلبة يعني غالب لكل شيء. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب. الثالثة عزة الامتناع، عزة الامتناع أي أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص، كل نقص فالله فهو ممتنع على الله، يعني ممتنع في حق الله عز وجل. فالعزة إذن إيش؟ ثلاثة معاني. العزة ثلاث معاني. نرجع إلى تفصيل هذه المعاني. أولا عزة القدر والشرف، فالله تعالى لا أحد أشرف منه ولا أعظم منه قدرا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله. السيد الله هو الذي له السيادة المطلقة، وسيادته ذاتية عز وجل. عزة الغلبة والقهر، قال الله تعالى: يعز من يشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الذليل مغلوب والعزيز غالب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويعنون بالأعز أنفسهم، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله تعالى مكذبا لقولهم: ولله العزة ولرسوله. ولم يقل والله أعز، لأنه لو قال أعز لأوهم أن للمنافقين عزة، لكنها أضعف من العزة الأخرى، لكن المنافقين ليس لهم عزة. الغريب أن المنافقين أذل من الكافرين، صح؟ المنافقون أذل من الكافرين. لماذا؟ الكافر يصرح، يصرح يقول إنه كافر ولا يبالي. المنافق ذليل يستتر، يقول إنه مؤمن خوفا من القتل أو المنابلة، نعم، وهو كافر. فصار المنافق إيش؟ أذل من الكافر لأنه منافق. طيب، لذلك لا عزة له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، الثالث العزيز بمعنى العزة بمعنى امتناع، امتنع عن كل نقص وعيب، مأخوذة من قولهم أرض عزاز. عزاز وش الأرض العزاز؟ القوية الصلبة، القوية الصلبة تسمى أرض، تسمى أرضا عزازا. وأما الرمل فهو لين، لكن الأرض الشديدة القوية تسمى عزازا.
إذن فالله تعالى له العزة بالمعاني الثلاثة. وقوله الحكيم، نعم العزيز الجبار، نقف على هذا، انتهى الوقت. نعم يعني. أنت نعم اي نعم. انتم يا اهل السنه لما تاتيكم ايات يعني لا تليق بالله، ايات من القران والسنه لا تليق بالله عز وجل، كالهروله والكلام والمشي واليد، يعني يقولون انتم تقولون نتوقف عندها، ونسال الله تعالى ان يوفق نفسه من غير تمثيل ولا تشبيه. يقولون نحن يعني نصرفها عما لا تليق بالله الى ما تليق، فنقول ان هذا مراد بها الايمان، وهذا مراد بها الرحمه، وهذا مراد بها كذا، فايش نرد عليه هذا؟ سهل ان نرد عليه. نقول أين دليلكم على هذا الصرف؟ يقول يعني البعد عن التشبيه والتمثيل. طيب إذا قلنا أنه يهرول بلا مشابهة، كما أنكم تقولون أن لله ذاتا لا تماثل الذوات، نسأل هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. طيب أنا لي ذات، هل يلزم من إثبات ذات الله أن يكون مماثلا لي؟ سيقول لا. إذا لا، الصفة نفس الشيء. ثم نقول يا رجل، ما موقفك عند الله بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لك إني قلت كذا أو قال رسولي كذا؟ ما الذي أخرجك عن هذا؟ وش جواب؟ يقول عقلي. يقول هل تنزل كلامي على عقلك؟ وإذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا، ماذا إلى أي عقل نرجع؟ ولهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة تجدهم متناقضين، يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى منها في الإثبات، ويتناقضونهم بأنفسهم. تجد أحدهم يقول هذه الصفة واجبة لله عز وجل، والثاني يقول هذه الصفة ممتنعة على الله، والثالث يقول بكون وسط، أقول جائزة ولا أثبتها. أفهمت؟ فالحاصل أنه ليس لهم دليل، وعجبا منهم أن ينزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا بظاهرها ويستبيحوا الدماء والأموال على ظاهرها، ثم لا يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه. ما الفرق بين حكم الله وصفة الله؟ لا فرق. فإذا كانت أحكام الله تجرون نصوصها على ظاهرها، فأجر صفات الله أجر نصوصها على ظاهرها. واحترز من شيئين، التمثيل والتكييف، والحمد لله. وأنا حجتي عند الله إذا قال لي ربي يوم القيامة لما أثبتت لله عينين، أقول حجتي بذلك قولك يا رب وقول رسوله. نعم حميد. بسم الله عليكم. قلنا أن الإيمان في أسماء الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بثلاث شروط المتعدية، نعم، وبشرطين في اللازمة، نعم، ومنها الإيمان بالصفة، نعم، بالوصف، نعم. وهنا قلنا الرحيم باعتبار الفعل وليس باعتبار الوصف. قلنا هذا لأنه جمع بينهما، فإذا حملنا هذا على المعنى وهذا على المعنى سلمنا من الترادف. وتعرف أنه إذا دار الأمر بين الترادف والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار. أفهمت؟ ثم إن اعتبار الرحيم باعتبار الرحمة فعل الله ليس معناه أنه غير متصف، لأنه لا يرحم إلا من كان ذا رحمة، لكن الرحمن نظر فيها إلى الوصف أكثر، وهذه إلى الفعل أكثر. ولهذا بنية الرحمن تدل على ذلك. كلمة فعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء، فتقول هذا الرجل غضبان، يعني ممتلئا غضبا، وكذلك سكران وأمثال ذلك، ندمان. إذا ذكر الرحيم وحده صار المراد الوصف والفعل، وكذلك الرحمن وحده يشمل الوصف والفعل،
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، هذا يشمل الوصف والفعل. انتهى الوقت. انتهى الوقت. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. نعم. ونؤمن. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح. بأنه عنده مفاتيح. لا. بأنه ما من دابة. نعم. بأنه ما من دابة في الأرض. لا عندنا حتى. لأنه عنده مفاتيح. والثالات اللي عندنا ما هي موجودة عندكم أو تقييم تأخير؟ ها؟ عندكم تقييم تأخير؟ طيب ما هو؟ خلاص إذا ننتهي على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله له ملك السماوات والأرض. ها؟ ها؟ إلى أين؟ أي طيب لا ما. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. انتهينا في تفسير الآية إلى قوله الجبار العزيز، أخذناها بارك الله. الجبار، الجبار صيغة مبالغة من الجبر، والجبر له ثلاثة معاني: جبر بمعنى الجبروت، وجبر آخر بمعنى جبر الكثير، وجبر ثالث بمعنى العلو. فالجبر إذن ثلاث معاني: الجبر الأول منين؟ من الجبروت، والجبروت هو القوة والعظمة وما أشبه ذلك. وأما الجبر الثاني فهو من جبر الكثير، فكم من كثير جبره الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى جبار لكل كسر. والثالث من العلو، وهذا المعنى قد يكون غريبا، كيف يكون الجبر من العلو؟ قال ابن القيم في النونية: مأخوذ من قولهم للنخلة الطويلة هذه نخلة جبارة، أي طويلة. والعلو لا شك أنه من صفات الله، وإذا كان من صفات الله قد ثبت، وكان لمعنى الجبر، وكان للجبر الذي بمعنى العلو أصل في اللغة، فلا مانع من أن نقول إن الجبار تشمل ثلاث معاني: الجبروت وجبر الكثير والعلو. المتكبر يعني ذو الكبرياء، وليس المعنى مصطنع الكبر، لأن تكبر يحتمل أن تكون بمعنى الاصطناع، اصطناع الكبر، ويحتمل أن تكون بمعنى أن وصفه الكبرياء، والثاني هو المراد، الثاني هو المراد. فهو سبحانه وتعالى متكبر، أي له الكبرياء، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا الوصف بالنسبة لله حق، لكن بالنسبة للمخلوق باطل، لأن المخلوق أذل وأقل وأضعف من أن يتكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فالكبرياء لله عز وجل، وأما المخلوق فليس له كبرياء. سبحان الله عما يشركون، تقدم الكلام على سبحان الله. وعما يشركون أي عما يشركون به من الأصنام، فهو عال عليها عز وجل، منزه عن أن يكون مثلها. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق من اتصف بالخلق، وهو الإيجاد بعد العدم، الإيجاد بعد العدم يسمى
خلقا، وهذا الوصف من خصائصه عز وجل، فلا خالق إلا الله. وأما ما جاء في الحديث أحيوما خلقتم، فإن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس معناه إيجادا بعد عدم، ولكنه تغيير وتحويل. مثلا الصانع يحول صفائح الحديد إلى قدور وأواني، فيقال خلقها قدرا خلقها آنية، لكن هل هو الخلق المختص بالله وهو الإيجاد بعد العدم؟ أبدا. لا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض الأشياء إلى حقيقة البعض الآخر أبدا، ولا أن يوجد شيئا من العدم، لكن يمكن أن يحول شيئا من صفة إلى صفة أخرى. فالخلق المضاف إلى المخلوق هو بمعنى التغيير أو التحويل، وليس معناه التبديل، بل ذلك إلى الله عز وجل. البارئ أي الخالق على غير مثال سبق، لأن الخالق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على مثال غير سابق، والبارئ هو هذا الذي على غير مثال سبق، يعني ليس خلق خلقا يقلد غيره مثلا أو يعيد خلقا آخر، بل هو خالق خلقا ابتداء وخلقا ثانيا. المصور يعني جاعل الشيء على صورة معينة، وهذا أيضا لا يقدر عليه إلا الله. من الذي صور بني آدم على هذا الشكل؟ الله. وصور البعير على شكل، وصور الفرس على شكل، وهلم جرا. فالله تعالى هو المصور. قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولهذا لا يستطيع أحد أن يجعل القصير طويلا، ولا الطويل قصيرا. نعم الطويل يمكن يجعله قصيرا إذا قطع رأسه، ولا ما يمكن؟ نعم، إذا قطع رأسه انتهى، ما بقي شيء، ولكن لا يمكن أن يقصره في خلقته. فالمصور هو الله عز وجل. طيب، فإذا قال قائل: هل يمكن أن الخلق يجعلون الجميل قبيحا أو القبيح جميلا؟ يمكن. كيف يجعلون الجميل قبيحا؟ يشوهون بالجروح حتى يكون قبيحا. القبيح جميلا يعني يجرون عملية تجميل، لكن مهما كانت إن عملية التجميل ليست كالجمال الأصلي، ولهذا لا بد أن يكون على هذا المجمل علامات تدل على أنه قد أجرى عملية تجميل. له الأسماء الحسنى، هذه جملة خبرية مقدم فيها الخبر للحصر، له أي لا لغيره. الأسماء الحسنى سبق الكلام على معناها وتفسيرها. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح، هذه جملة فعلية فعلها مضارع تدل على الاستمرار، لأن سبح للماضي وسبح للمستقبل، ويسبح ليش؟ للحال، وقد تكون للماضي وجوبا مثل ما إذا اقترنت بها سين السين وسوف، وقد تكون للماضي وجوبا مثل أن تقترن بها لم الدالة على المضي، وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق. فهنا يسبح، هل هو تسبيح انقضى أو ما زال ولا يزال؟ ما زال ولا يزال. طيب، ما في السماوات والأرض، ما هذه اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، فهل هذا مطابق للواقع أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض؟ الجواب لا. لكن يقال التسبيح نوعان: تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، كل ما في السماوات فهو يسبح الله بلسان الحال. ومعنى قولنا بلسان الحال أن حاله تدل على تسبيح الله. فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال أو المقال؟ بلسان الحال، لأن خلقته وما فيها من الإبداع والنظام العجيب الغريب تسبيح لله،
ولأن صرفه عن الهداية إلى الشقاء أيضا تسبح لله، يدل على كمال الله عز وجل، وأنه جل وعلا يريد أن تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا. إذن الكافر يسبح بإيش؟ بلسان الحال. أما بلسان المقال فلا، لأنه يشرك بالله عز وجل ويصرح بأن الله له شريك بأن وهل مجرى. طيب الجمادات تسبح الله بإيش؟ بلسان الحال والمقال، بلسان الحال والمقال. الإنسان المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال.